بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زال الصفوة من عباد الله يتحينون الفرص ويستثمرونها فيما يقرب إلى الله جل وعلا. فها هو موسى والخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام يتحاوران، وبينما هما كذلك إذ جاء عصفور فأخذ بمنقاره من البحر الخضم. فما كان من الخضر إلا أن قال لصاحبه عليه السلام: والله ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى امرأة من السبي تبحث عن صغيرها كالمجنونة، حتى إذا أخذته احتضنته وضمته إلى صدرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على ذاك المشهد: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة أن تمنعه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولما مر صلى الله عليه وسلم بالسوق فوجد جديا معيبا ميتا منتنا، انتهز الفرصة صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه: من يشتري مني هذا الجدي بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، وقد علاهم التعجب والدهشة، لو كان حيا لكان معيبا، فكيف وهو ميت منتن متعفن على مثل هذا النحو؟ والله ما نحب أنه لنا بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ونحن بدورنا عباد الله نقول مستغلين هذه الأحداث الساخنة التي تمر بنا، نقول لأنفسنا ولإخواننا: تأملوا عباد الله كيف ضحى شباب الفيسبوك أو عامتهم أو كلهم، كيف ضحوا تلك التضحية العظيمة
منذ 25 من يناير وحتى يوم الناس هذا، وما زال الصمود هو سيد الموقف. تأملوا عباد الله كيف ضحى عامة هؤلاء حتى افترشوا أرض ميدان التحرير والتحفوا بسمائه، ضحوا كل ذلك ولربما ضحوا فوق ذلك وعرضوا أنفسهم لأنواع من المخاطر والمتالف التي لربما أتت على أرواحهم بل قد أتت. ضحوا لأجل دنياهم كمعالجة فقر أو بطالة أو غير ذلك. فإذا كان عامة هؤلاء ضحوا لدنياهم، فأين من يضحي لآخرته؟ والآخرة خير وأبقى. ولله در القائل: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ عباد الله، أكثرنا والسواد الأعظم منا يخشى إن تفاقمت الأزمة وانفرط عقدها، يخشى كل ما يخشاه على دنياه، فأين من يخشى على دينه؟ ودينك عبد الله هو أغلى وأعز وأنفس ما تملك. دينك هو أغلى وأعز وأثمن وأنفس ما تملك. دينك دينك، لحمك دمك. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم شأن الدين أيما تعظيم، حتى جعل عليه الصلاة والسلام يرفع أكف الاستغاثة قائلا: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فكل بلاء وكل مصيبة وكل كارثة وداهية بعيدة عن الدين فهي إلى العافية أقرب. ولذلك لما قيل لبعض أذكياء العالم: ما تشتهي؟ كان الجواب: أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقيل له: أوليست الأيام كلها عافية؟ فقال الحكيم: إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. دينك دينك، لحمك دمك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالدين أولا. وتأمل كيف كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ثم يثني بقوله: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وكان يقول: اللهم إني أسألك العافية أولا في ديني، ثم يقول: ودنياي. وعلمنا صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة وأن نقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني وأصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فيا معاشر الثوار، وأيها المتظاهرون، ويا أيها الغاضبون، إن كنتم قد ثرتم وغضبتم وتسخطتم وخرجتم لدنياكم، فلا تنسوا دين الله جل وعلا.
أنسوا حق الله تبارك وتعالى وحق الله على العباد كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن حقه جل وعلا أن يكون الأمر أمره وأن يكون الحكم حكمه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الهدف الذي ينبغي عباد الله أن نستميت له ولأجله وفي سبيل تحقيقه هو تعبيد الكون لله وإقامة دين الله وإبطال الشركيات والكفريات والضلالات، كالدعوة إلى مساواة الملل وأهلها تحت مسمى المواطنة. وهذا ما أبطله الله عز وجل بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. إن الهدف الذي ينبغي أن نسعى سعيا حثيثا لتحقيقه هو تغيير وجه الأرض، هو تغيير وجه الأرض وصبغة الدنيا بدين الله جل وعلا وسياستها بشرعه. وهذا عباد الله وإن كان تحقيقه بعيدا
حكما لقوم يوقنون، سواء أكانوا في أوقات عصيبة أو غير عصيبة. السنة هي سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ولك أن تتأمل أخي كيف خرج صاحب ياسين في أوقات عصيبة وقد قتل المرسلون، ومع ذلك لم يزده ذلك إلا استمساكا بمنهج المرسلين وثباتا على دعوتهم. يقول الله جل وعلا في معرض ذكر مجابهته لقومه: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا هو طريق النجاة، وكل من نادى بغير الإسلام فما هو إلا معول هدم ومادة تدمير للبلاد وللعباد، بما في ذلك النصارى. وإلا فالنصارى وغير النصارى لم يذوقوا مذاقا للأمن ولا للعدل ولا للاستقرار إلا في رحاب الإسلام وفي رحاب شريعة الإسلام. لابد عباد الله من أن نسعى سعيا حسيسا لإقامة دين الله جل وعلا، وأن نتصدى لكل تلك التحالفات المشبوهة التي تخرج علينا بنعرات جاهلية وتنادي بقومية أو وطنية أو ليبرالية أو اشتراكية أو ديمقراطية أو دولة مدنية، لا تقوم على شرع ولا على ملة ولا على دين. لا بد أن نتصدى لهؤلاء الذين يحاولون جهدهم إلغاء المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية الحنيفة الغراء هي المصدر الرئيسي للتشريع. لا بد أن نتصدى لهؤلاء الأعداء والعلمانيين وحلفاء الغرب الذين يبغونها عوجا ويدعون أنهم بذلك يريدون توحيد الصفوف. توحيد الصفوف على أي شيء ولو كان على كفر وإلحاد ونفاق، حتى قال قائلهم وأشقاهم: هبوا لي دينا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. أيا مرحبا كفرا يؤلف بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعوذ بالله من الكفر والضلال البعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فقد قال العلماء: عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتماد على الأسباب
قدح في التوحيد، والنجاة أن يعافيك الله منهما فتأخذ بالسبب دون أن تركن إليه، وإنما يكون الركون والاعتماد والتوكل على الله جل وعلا، فهناك القوة العظمى التي لا تغلب. قال البعض للبعض: أولا أدلك على القوة العظمى؟ فقال: نعم. فكان الجواب: توكل على الله. نحن في زمن عباد الله يوغل الناس فيه في الأخذ بالأسباب حتى يكادون يركنون إليها ويتوكلون عليها. فخذ مثلا في مسألة حفظ النفس، تجد عامة الناس إلا من رحم ربك يحفظون أنفسهم بإعداد السيوف والشوم وما يسمى بالطيرة وغير ذلك، بينما لا تجد عند أكثرهم تلك الأسباب الإيمانية التي دلنا عليها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تجد أكثر الناس يغفلون عن أسباب الحفظ الإيمانية التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فتجد عامتهم كما ذكرنا يعدون العدة للبلطجية والمجرمين والعصاة وأهل الفساد بشيء مما ذكرنا، وقلما تجد من يعد العدة لهؤلاء وغيرهم بسبب من الأسباب الإيمانية التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الشيطان لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: أولا أعلمك آية من كتاب الله، متى ما قرأتها بعث الله إليك حافظا يحفظك حتى تصبح ولا يقربك شيطان؟ فقال أبو هريرة: بلى. فقال الشيطان: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقره قائلا: صدقك وهو الكذوب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ المتعوذون بمثل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقل لي بربك: من من الناس إبان هذه المخاوف التي أحاطت وألمت بنا تعوذ من شر الأشرار بهاتين المعوذتين؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقول في صبيحة كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فيضره شيء. ما من عبد يقول ذلك ثلاث مرات فيضره شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ولما لدغ رجل وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات حين تمسي لم تضرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين الآخرتين من سورة البقرة
لنا. النبض الأول، نرجو من الله جل وعلا أن يصدق على تلك الأزمة التي نحن فيها، والتي لا يمكن أن نخرج منها ومن النفق المظلم إلا بالرجوع إلى شرعه. نرجو من الله أن يصدق على تلك الفتنة التي ألمت بنا وببلادنا، قوله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. النبض الثاني، تأمل كيف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صدق القائل يوم أن قال: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أما النبط الثالث فنصه: الله يمهل ولا يهمل. وإن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليقيم الدولة العادلة الكافرة ويمحق الدولة المسلمة الظالمة. وليل الظالمين مهما طال فلا بد أن يأتي فجر زوال ملكهم. أما النبض الرابع فتذكرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قيل ليحيى البرمكي: ما الذي أنزلكم من العز والأبهة والنعيم إلى هذا المنزل الوقح؟ فكان الجواب: دعوة في ظلمة الليل سرت، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ولما قيل لبعضهم: كم بين العرش والتراب؟ لم يكن الجواب بالأميال ولا بالأمتار ولا بالكيلومترات، وإنما كان الجواب: بين العرش والتراب دعوة مستجابة. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أما القاهر الخليفة الجائر الظالم فقد اكتنز كنوزا طائلة وجمع مليارات لا حصر لها، ثم قال لبنيه ولولديه: لا تخشوا الفقر، فإني قد جمعت لكم من المال ما لو وزع على أهل بغداد لكان كل بغدادي تاجرا موسرا. فماذا صنع الله عز وجل به لما تمرد عن شرع الله جل وعلا؟ صدرت ممتلكاته وجمدت أمواله وخلع عن الخلافة حتى جعل يتكفف الناس على أبواب الجامع الكبير بدمشق، وجعل يتسولهم قائلا: من مال الله يا عباد الله، ليصدق بذلك عليه وعلى كل ظالم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن
هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر خيرا وعزا فاجعل الخير والعز والرخاء على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر شرا وسوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر أشرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر أشرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر أشرارهم وارفع مقتك وغضبك عنهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.